حياكم الله مشاهدينا. معرض في قلب إثراء شرقية سعودية، صافي الصفر، هكذا هو اسم المعرض الذي يستعرض برامج ومبادرات الفن المعاصر التي ينظمها إثراء لدعم الفنانين الإقليميين والعالميين، والتي من شأنها تعزيز الحوار بين الثقافات. يهدف هذا المعرض إلى رفع مستوى وعي الجمهور وتثقيفه حول الاستدامة من منظور فني، ويبرز دور الفنانين المبدعين في تصوير العالم وتمثيله وفي التعامل مع الموضوعات المهمة التي تقع في قلب الاهتمام وتستوجب العناية. مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء يحرص بشكل خاص على خلق فرص للحوار متعدد الثقافات بين الفنانين السعوديين الناشئين والمبدعين العالميين، بهدف تحفيز تبادل المعرفة الإبداعية المثرية وطرح وجهات نظر فنية تسهم في إثراء الحوار العالمي حول التحديات البيئية. دعونا نأخذكم في جولة داخل هذا المعرض. أعمال فنية ل16 فنانا عالميا واثنين من الفنانين السعوديين المعاصرين يسلط الضوء على وجهة نظرهم إزاء التحديات البيئية، بهدف إثراء الحوار الثقافي وتحفيز التفكير الإبداعي للخروج بحلول لتلك المشكلات. تقدم الأعمال الفنية التي تصل إلى 26 عملا فنيا منصة إبداعية وتعليمية تهدف إلى رفع الوعي والاهتمام بقضية التحول العالمي للوصول إلى نقطة الحياد الكربوني صافي الانبعاثات الصفري، ويحمل هذا المسعى أهمية خاصة لقطاع الفن المعاصر الناشئ في منطقة الشرق الأوسط. يعكس معرض صافي الصفر حرص مركز إثراء على إقامة المعارض التي تحقق مبدأ الاستدامة وتضيف قيمة تعليمية وتثقيفية للجمهور على مختلف أطيافه، بدءا من المتخصصين في المجال الفني وصولا إلى رواد المتاحف. فلا تفوتكم مشاهدينا فرصة زيارة معرض صافي الصفر في مركز إثراء في الظهران، والذي يستقبلكم بحب على مدار 9 أشهر. ختاما، لفت نظري أن جميع مواد المعرض سيعاد تدويرها بعد انتهائه.